السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء جديد يجمعنا في برنامج الزيتونة اليوم وموضوع صبر الآراء. اليوم موضوعنا صبر الآراء اليوم بين المصداقية والمغالطة. ورحب بضيوفي الكرام اللي يشرفونا ببلاتو الزيتونة اليوم، أستاذ رضا الكزدغلي الخبير في الأعلام والاتصال. مرحبا بك سي رضا. مرحبا وتحياتي ليك ولكل مشاهدينا. مرحبا سي عبد اللطيف بن هدية الصحفي ومدير جريدة الخبير، مرحبا بك أستاذ. تحية إلى جميع مشاهدي قناة الزيتونة. مرحبا بكم. اليوم الموضوع عن صبر الآراء في تونس، وكنا ترصدنا هذا الموضوع عبر تقرير صحفي من إعداد الزميلة لك القادري. كل مرة يطفو على السطح من جديد موضوع شركات صبر الآراء في تونس، والتي تحوم حولها ضبابية على غرار العديد من الشكوك. هي شركات يقدر عددها ب 25، لكن من يمولها؟ ما مدى مصداقيتها؟ ما هي آلية اشتغالها؟ هي أسئلة لا تزال مطروحة. استلجأ العديد من هذه المؤسسات إلى نشر نتائج استطلاعاتها بشكل دوري في عدد من وسائل الإعلام، إلا أن هذه النتائج تثير الكثير من الجدل، خاصة أنها تبدو غير مقنعة في أحيان عدة، كما أنها ما زالت لم تحظى بعد بالثقة التامة من قبل التونسيين، إذ شككت العديد من الأطراف السياسية والاجتماعية في مصداقية بعض هذه المكاتب، واعتبرت أنها تعمل لصالح جهة معينة وتحاول توظيف الأرقام لصناعة الرأي العام وتوجيهه، وتعمل أيضا لجهة على حساب أخرى. كيف لا والحال أن هذه المؤسسات تتحكم بصفة كبيرة في سوق الإشهار، الأمر الذي تسبب في إغلاق بعض المؤسسات الإعلامية واحتكار أخرى لأغلب الومضات الإشهارية. هذا وتلعب هذه الشركة دورا كبيرا في توجيه الرأي العام، ربما يصل الحد إلى تزوير إرادة الناخب، خاصة إبان الحملات الانتخابية. كما أن مؤسسات صبر الآراء في بلادنا تعمل دون إطار قانوني، وهو ما أدى إلى التشكيك في مدى التزامها بالموضوعية في العمل وتطبيقها للتقنية العلمية في المجال، خاصة في وقت تلجأ فيه بعض الشركات إلى الفيسبوك لرصد استطلاع الرأي. وهنا يجدر بنا أن نتساءل، ما هي مصداقية الأساليب التقنية في صبر الآراء، وكيف يتم اختيار العينة؟ تساؤلات تجعل مصداقية هذه الشركات على المحك، على غرار العينة والظرف الزمني الذي يتم فيه القيام بصبر الآراء، إضافة إلى ذلك العامل النفسي للمستجوب. فهل سيتم تطوير الإطار التشريعي لصبر الآراء، أم أن هذه الشركات ستتغول في السوق مثل ما يذهب إلى ذلك البعض لقولبة الفكر العام وتوجيهه خدمة لأجندات معينة؟ في الأوساط سواء كان من المنظمات أو الأحزاب يقولوا أنه هذه المنظمة يعني تفتقد إلى المصداقية. شنو تعليقك بداية على هذا التقرير؟ شكرا أنك بديت بهذا السؤال، لأنه أنا جهزت نفسي لجواب على هذا السؤال وكأني أتوقع منك هذا السؤال. ما رأيي في هذا التقرير؟ أنا وهي تتكلم قاعد نسجل في الكلمات اللي عندها كونوتاسيون نيجاتيف، يعني أثر سلبي في تقدير موقف اللي جات في التقرير. فما تقريبا 13 كلمة في تقرير نتاع مانيش عارف قداش التوقيت نتاعو قصير ياسر، 13 كلمة يدل على أمرين. الأمر الأول أنه أما هذا كل ما هو موجود صحيح، ولابد أنه في الحصة نتاع اليوم نفكوه ونفهموه ونعطيه حقه من التحليل، ونفهموا معنى خيار ورمزية خيار القناة اليوم أن تخصص هذا الموضوع، هذه الحلقة لهذا الموضوع في هذا الإطار. أو أنه هناك ربما أثر من أثار العمليات صبر الآراء لدى الإعلاميين أنه أعطى أثر سلبي. وهنا اليوم حضر معنا سي عبد اللطيف اللي هو إعلامي، ربما زاد نلقاو نفس الأثر موجود بنفس الصيغة، أو ربما لو حضر معنا إعلامي آخر عنده أثر من نوع آخر. على الأقل أن التقرير هذايا يدل على أنه فما إشكاليات كبيرة ياسر، لأنه 13 يعني إشارة سلبية تدل على أنه لو نحيو منها البعض ونحبوا ندقوا أكثر باش نلقاو على الأقل 4-5 إشكاليات
اشكاليات كبيره ياسر، واعتقد انه التقرير انا اعتقد انه الاشكاليات هذه يمكن انها تبوب في اربع مربعات. المربع الاول هو الاطار القانوني، إشكالية غياب الإطار القانوني وعدم توفر الإطار القانوني إلى حد الآن، بالرغم من أنه العملية يعني خذت حظها من الوقت، يعني بداية ظهرت أكثر بعد الثورة ولحد الآن مفروض أنه بعد 5-6 سنوات يكون موجود. أستاذ رضا بعد إذنك، إحنا الإطار القانوني والهيكلة باش ناخذوه في المحور الموالي إن شاء الله، نحكيو على المربعات اللي تحت فيهم. بالضبط، إذا عندنا الإطار القانوني. الجانب الثاني هو السياق السياسي الذي تتنزل فيه عمليات صبر الآراء. سياق سياسي مرتبط بمنظومة أحزاب، مرتبط بمنظومة تمويل، مرتبط بمنظومات. بالضبط. المربع الآخر هو المنهجية والميثاق العلمي والميثاق المهني والجانب العلمي في المناولة في مناولة العمليات وتنفيذ العمليات وإصدار العمليات والتعليق على العمليات. وهذا معطى مربع آخر مهم جدا. المعطى الأخير اللي هو دقيق للغاية وهو الأثر هذه العمليات لدى المواطن بما يعني من إشكالية الثقة وغياب الشفافية والمصداقية إلى غير ذلك. إذن هنالك مربع نفسي، مربع أثر مرتبط بأثر العملية على لأنها عملية اتصالية بامتياز، هناك مربع قانوني لابد من البحث فيه، هناك مربع سياق سياسي يطرح إشكاليات قاعدين نعيش فيها ونتفاعلوا معها بصفة يعني متواصلة، وهناك إشكالية المنهجية والميثاق المهني. كنت أتمنى لو أنه مربع آخر يخرج في هذا التقرير أو ننتبه له في هذه المسألة، وهو التعامل الرأي العام أو تعامل المشهد الوطني مع نتائج مماثلة جاءت من الخارج، جاءت من جهات أمريكية، من جهات فرنسوية، من جهات أمريكا ألمانية إلى غير ذلك، وكيف يتم تداول هذه المعطيات وكأنها يعني حدث كبير ياسر ويتم الاستناد إليها وإعطائها كامل المصداقية. هذا الأمر مهم جدا لإحداث هذه المقاربة بين المشهد العمليات وأثرها في المشهد الوطني والعمليات وأثرها عندما تكون المعلومة جاية من الخارج. إذا كنا قبل الثورة وقت كنا ناخذ أخبارنا من الخارج، وكل اخبار يابط في الجزيره ولا يابط في الموند ولا في نيوزويك ولا في نيويورك تايمز نعتبروه يعني امر كبير ياسر. اليوم نفس الشيء، كل معطيات ذات طابع معناتها استطلاع رأي تنزل في الخارج يتم تداولها بصفه كبيره ياسر. وسنعود الى استراتيجيات الرأي اللي خرجت في شهر اوت في هذه المساله وكيف كل الاحزاب اخذتها بعين الاعتبار وقاعد تخدم عليها، ومن بين المعطيات التي تتم في تونس. فما معناتها أختم بنقطة مهمة جدا، هناك عملية صبر آراء تتم ولا يعلن عنها وتبقى سرية، وعليها تبنى العمليات الحقيقية، وهذا زاد ما يلزمش غير علينا. هذا يخلف عدة تساؤلات اللي باش نطرحها طبعا وقت اللي يشوفوا علاش مثلا أحد المرشحين في ألمانيا في مقعد ألمانيا انسحب من السباق بناء على معطيات يتم تداولها بصفة غير رسمية تتعلق بصبر آراء تم في السياق هذا. وهذا كل منظمة وكل حزب وكل عنده الحق باش يعمل هذايا، لكن يبدو أنه ما بين كيما كالايسبرغ يعني قطعة الثلج العائمة 80% منها مخفي و 20% منها ظاهر، وما خفي أعظم ومما ظهر. مشكور سي رضا على هذا التعليق، هو رأيك طبعا. شوفوا سي عبد اللطيف رأيه يعني على خلفية ما ورد في هذا التقرير من تساؤلات ونقاط استفهام. أنا كنت اسمح لي الحمد لله منين انتهى أستاذنا سي رضا أنه إشكالية هذه الصبر الآراء ما هيش خاصة بتونس وما هيش جديدة. نعرف اللي كنا قبل في سي رضا يعرف هذا كل كانت ظاهرة كبيرة وتأثير على الرأي العام، كانوا أكثر حاجة استعملوها الإعلام يعني في السبعينيات والثمانينيات كان الإعلام هو اللي وجه الرأي العام، هو اللي يطغى عليه وكان اللي يملك وسيلة الإعلام هو يملك القرار. طيب. ثم مع ديمقراطية وسائل الإعلام جاءت وسيلة ثانية اللي تخلقت في الثمانينات وحبوا يطوروها اللي هي عملية صبر الآراء. عملية صبر الآراء لازم ننبهوا اللي هي تم عندها وجهين، عندها وجه اقتصادي، أنا عندي مؤسسة اقتصادية، عندي أعباد نحب نستجوبهم باش نعرف أنت شنو ما باش يكون سلوكهم، شنو هو النوايا بتاعهم باش وقت المنتوج بتاعي نصدره ولا نحطه على نوزعه على السوق نعرف شنو. أي. وهذايا
الحقيقة بتاع تونس نجحنا فيه بصفة كبيرة، وعندنا مخابر وعندنا وكالات قاعدة تخدم وناجحة بكثير. لكن شنو اللي تغير سيدي؟ ثم جزء ثاني اليوم بعد 2000 ساعة لازم نعرفوا التاريخ، وهذا للأسف احنا العدالة الانتقالية ما نجحناش فيها وقعدت برشا حاجات مخبية، لكن أنا شهادتي أنا لازم نصدح بها اليوم. طبعا رأيك ثم مكتب ولا اثنين كانوا معروفين، كانوا قراب ياسر من رئاسة الحكومة، وكانوا هم يمدوه بالأرقام على خلفية ما حدث في انتخابات في الانتخابات. لا 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 أرقام الانتظارات، شنو الأحداث اللي منتظرة، شنو رأي الشعب التونسي إذا كان قررنا في المشي التمشي لهذاك، شنو كنا نجم نعمله ونحضره. هذا نحكي لك في 2008 و9 و10 ماذا بينا هذوما. نعم. إذا كان باش نعملوا عدد انتقالي جبدوا التقارير هذوما ونعرفوهم. اليوم بعد 2011 اتحلت، علاش نحبوا نكروا؟ ثم فوضى صارت، ثم فوضى صارت سمحنا الناس، ثم عديد ميادين ماشي مقدنا، مش ميدان هذا برك، تقريبا تونس كلها ماشي مقدنا، عباد لقاو نفسها. وباش نحكيوا على نرجعوا لها التقنين ان شاء الله، ما نرجع لكش ما نطولكش على التقنين خاطر عندي ما نقول بعدكش في التقنين. لكن اليوم اللي صاير في الواحد انه كل واحد ينجم يقول انا مني تغير، انا راني نعمل في عمليه صبر الاراء، واللي اكثر من الكل انه ولينا نوجهوها من ناحيه سياسيه. ففي 2011 لقينا نفسنا نجموا نسمعوا نفسنا باش نقولوا اللي نحبوا عليه. وين الاشكاليه؟ الاشكاليه في حسن النيه وسوء النيه. ثم شكون عنده حسن النيه، وثم للاسف شكون بيع ضميره، وثم للاسف شكون خداو شدوا عليه طبعا عليه حسابات خاصه طبعا، وثم للاسف شكون شدوا عليه شيكان ما خذهم من عند مؤسسه باش يغلب على هذه وهذه. وثم شكون وقت اللي طلع التلفزه قال راهي هذه كذا، وبعد كيف هربت عليه ما تفهمتش هي وياه تراجع قال لي. يعني احنا حاطين ايدينا على سؤال شنو يعني أنا المصداقيه ومدى التمويل. طبعا ثم حسن النيه وثم سوء نيه طبعا. به حتى في حسن النيه ثم جوانب من اللي ذكرهم سيدا مهمين ياسر، المعرفه، حسن التدبير، المنهجيه، التطور العلمي، التكنولوجيا الحديثه، البرمجية الحديثة اللي قاعدين نعملوا فيهم. هذا فيما يخص آليات الاشتغال طبعا. آليات الاشتغال هذا من كل زي ما نحكيوا فيه. ثم جانب زاد مهم ياسر 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 اللي لازمنا نحكيوا فيه اللي هو الإعلام بتاعنا. نرجع لك مرة أخرى باش ما نحتكرش الكلمة. ليه تفضل تفضل سي عبد اللطيف راجعين لسيريدا. إعلامنا للأسف لليوم يقعد هو النقطة السوداء في تونس، أكثر مؤسسة ما تطورتش وما خدتش حظها، والإعلاميين جزء كبير منهم مسؤول في هذا. طيب يعني هذه وجهة نظر، لكن احنا نحبوا نحكي أكثر على الأسئلة اللي طرحتهم زميلتنا ملاك القادري في هالتقرير. فما إشكالية كما قلت لك، ما فماش مصداقية في المعطيات اللي قاعدة تصير، وفما أدلة يعني واضحة استنادا من هذه الأدلة سواء كانت سياسية واقتصادية واجتماعية دائما تخدم مصلحة الناس هذوم. طبعا 25 شركة مش معروف مدى يعني منين التمويل نتاعها. 25 شركة مين جبتوا؟ 25 هذا استنادا لعدة معطيات. 25 شركة شنو العدد اللي عندك؟ عندنا ثم غرفة نقابية. الغرفة الوطنية. الوطنية نقابية تابعة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة. فيها لكن عدد الشركات اللي ترصد في الواحد هكذا نجم نعطيك أكثر من 100. ثم عدد شركات كبير اونفيوز قاعد اونفيوز يستنوا وقت يعني. لا عدد كبير اونفيوز يبدا يستنوا وقت تم حركه وقت تم ابل دوف وقت تم حاجه يجي. ايوه نتوقعوا ذلك في ظل الوقع هذا في ظل انه غياب الاطار القانوني طبعا، وباش نحكي على الاطار القانوني في الجزء الثاني اللي هو مهم برشا برشا. نعم طيب سؤال شنو كيفاش تمويل كيفاش كان تمويل هالشركات هذه؟ يعني لانه من قبل شركات صبر الاراء كانت تقتصر على صبر الاراء سواء كان اقتصاديه اجتماعيه، لكن ما راعنا اليوم دخلت. لا 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 سامحني، دخلت على مسؤوليتي راهو من قبل، من انا على الاقل انا نعرف اللي 2007 و2008 و2009 كان ثم صبر اراء اجتماعيه، كان ثم بدرجه اولى اقتصاديه اجتماعيه. لا 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 اجتماعيه وسياسيه وحتى اكثر من هكا. طبعا طبعا سياسيه كانت طاغيه، تمشي كانت تمشي موجهه. نعم. كما قال موجهه طبعا، لكن احنا كي نحكيو سي رضا حاجه مهمه ياسر، راهو ما كانش تخرج سي عبد اللطيف راهو قبل بن علي يعرف شنو من نوايا التوانسه. طبعا
طبعا ويعرف اللي كان الحركه الفلانيه ولا الحزب الفلاني ولا الحزب الفلاني. نعم سي عبد اللطيف، انا كي تكلمت على الناحيه السياسيه طبعا هذا استنادا دائما الى اقلام صحفيه واراء سياسيه، راهو في فتره الثوره وال يعني التحول والانتقال الديمقراطي اكيد باش تكون هناك اكثر حراك، سواء كان في ظهور هالاحزاب المنظمات الجمعيات الشركات، منها احنا موضوعنا صبر الاراء يعني مش نحكي لكن رجعنا النوايا السياسيه، يعني كيف انت تعطيني كشركه صبر اراء يعني بورسنتاج، خليني نقول معني نسبه معينه، هذا تحليل شركه معينه، لكن بالمقابل تجيني يعني نسب اخرى وارقام مخالفه تماما، هنا وقتها تعمل لي نقطه استفهام يعني عند المشاهد، خاصه في على مستوى الانتخابات. ما نحبش نتعسف على ضيفنا الاخر خاطر بحكم سيريدا ليك الكلمه باغ دي فورماسيون بروفيسيونيل. الكلمه سيريدا، كيفاش تفسر هالعمليات هذه باش ما نقولش تزوير بين قوسين، هل التباعد في الارقام بين شركه الى اخرى يخدم من؟ باش ناخذ عمليه بسيطه ياسر، انا قاعد في مكتبي ولا في داري، جاني تليفون، هز تليفون، الو شكون معاك؟ معايا معاك المكتب الاستطلاع الرأي اكس. نعم. يبدا يسال فيا اسئله خاصه، البعض نجاوب عليه وبعض ما نجاوبش عليه، نتكلم على عمليه حقيقيه فعليه. اي ثم بعد يدخل لي في عندك شركه تامين، مع شكون انت مع شركه تامين؟ شكون؟ شنو تشاهد بالبرامج؟ ويدخل لي في اسئله تتعلق بشرب كاس الماء نشربه ونوع الماء وتعلي بتطلع لي بكذا، ثم يمشي لي على سياق اخر، حيث التعدد هذا الكل يخليني نطرح سؤال عليه، لانه ما مهتم بعمل باخراج نتائج ذات عندها علاقه بمثلا بعمليه انتخابيه او نوايا تصويت، او عنده علاقه بمثلا بمشاهده وسائل الاعلام، لكن في نفس الوقت يطرح لي على مواد انتاجيه وخدميه اخرى، ما علاقه ذلك؟ يخليني في هذا الكل السيد اللي باش يقضي معايا هالوقت هذا كل مش باش يقضي اعتباطي، هو باش يقضي لانه باش يحقق به هدف معين، هذا الهدف مرتبط بعمليات اخرى، هذه عمليات ذات طابع اقتصادي، ذات طابع معاملات ماليه، معاملات تعاقدات لاخراج نتائج تباع، وبالتالي فما جانب تمويلي يرتبط بخدمه تسويقيه، تقديم خدمه تسويقيه لشركات في الانتاج او في الخدمات، هذا جانب تمويلي عنده الحق باش يقوم به، انت كمتقبل لهذا الامر تجاوب ولا ما تجاوبش، انت عندك حريتك ومدى وعيك بهذه المساله، لكن هل هذا وحده يغطي كلفة عمل من هذا النوع؟ لأنه في 25 هذه شركة أو تنجاوبك ربما على أكثر من 120، لأنه مسألة مرتبطة بالشركات أو مؤسسات الاستشارية عندها الحق تدخل في الجانب هذا أو ما تدخلش، وهنا ندخل في الجانب القانوني في المسألة هذه، هذاك تلقى عدد كبير نتيجه مدخول، لكن ناخذوا 25 اللي هما موجودين واللي نستندوا الى المعترف بهم يعني المخترفين في النقاب. المخترفين في النقاب. المجموعه هذه ال 25 هذه عندها القدره على انها تشغل وتخلص وتخدم طبعا. وتستعمل يعني برمجيات وتستعمل معناتها ادوات لتنزيل تنفيذي للعمليات، بحيث توصل في الاخير انها تاخذ نتائج نتاعها بما يلزم من المصداقية والقوة، إن لم تكن لها يعني باكاب مالي في الجانب هذا، شكون يوفر الباكاب المالي هذايا؟ اليوم لازم نطرح السؤال، من المستفيد من هذه العمليات؟ المستفيد من هذه العمليات اليوم بالأساس هو الأحزاب السياسية الكبرى. نعم، تفضل باش نجيك سي عبد اللطيف. الأحزاب السياسية الكبرى أول طرف مستفيد، ثاني طرف مستفيد هما المؤسسات الإعلامية، الكبرى. جميل، احنا حكينا من المستفيد، لكن خليني نشوف سي عبد اللطيف. نكمل النقطة الثالثة باش نخلي لكم المجال، مازال عندنا النقطة الثالثة فقط. النقطة الثالثة، إذا الطرف الثالث المستفيد هما الشركات الصناعية والخدمية اللي تقدم الخدمة هذه، هذوما ثلاثة أطراف المستفيدة الكبرى. هل هنالك مستفيد آخر حتى بصفة رمزية يمكن أن يكون، مثل ما نجد مثلا في ألمانيا هنالك معناتها جمعيات تمثل المستهلكين، والآن جمعية مثلا الدفاع عن المستهلك اليوم موجودة مستفيدة من هذه العملية، هل عندها القدرة على أن تستفيد؟ هنا جوابك، نحب نجاوبك بعد التمشي هذا في التحليل، نحب نوصل إلى الجواب اللي أنت تحكي عنه. خمسة دقائق لكل واحد فيكم مسج، باش نجاوب على
نقطة واحدة ما وصلتش 15 وصلت في البداية 30 ثانية مش مشكل مش مشكل باش نوصل إلى أنه عملية التمويل هي عملية مرتبطة بالقوة المالية للأطراف المستفيدة مباشرة بهذه المسألة. واليوم سميت ثلاثة أطراف كبرى لكن هنالك أطراف أخرى ما عندهاش القدرة المالية وهي طبعاً محرومة من هذه الاستفادة. وسنجد أنه من يملك المال يملك النتيجة. نجيو الأطراف المحرومة مش ما نقولش سياسي مش ما يقوليش موجهة لي الكلام ليا أنا سي عبد اللطيف من خلال تجربتك أنت معناها كمدير مؤسسة إعلامية كيف تقرأ أداء الشركات هذه ومردودها على شركتك أنت وإحنا نعرفوا لي حضرتك مدير جريدة خبير نعم بحكم اختصاصي في الشأن الاقتصادي كان في ضرر معناها تقول لنا ضرر لا باش نحكي لكم شنو نعم. رؤيتي أنا الشخصية معناها نعم. وباش نكون حاول باش نكون براغماتيكي أكثر ما ثم اليوم باش ناخذوا حالة معينة ويمكن المساج خلينا نسميه الاسم سيجما كونسيل سيجما كونسيل كيف يشارك في عرض عمومي ويعطيوه ثم إتويد باش تصير معناها من أكثر الناس تقنيين من أكثر الناس متمكنين في الميدان هذا هو ويشارك طبعا إلى جانب أخرين ثم برش عباد أخرين ثم برش أسامي أخرين موجودين في السوق يمكن ما نعرفوهمش خاطر ما يخدموش في السياسة ثم يمكن حتى شكون يفوتوا تقنيين ما يخدموش في السياسة ما يحبش وهو حب يظهر سياسي يخدم صحة لي معناها جاته خبزة يحب ياكلها دونك ماهيش باش نقولوا له لا شوفوا قبل انتخابات 2014 كيفاش كانت النتائج نتاعو النتائج نتاعو كانت مغايره تماما للواقع ربما لغياب المنهجيه ما نحبش نحكي على سوء النيه ربما نحكيه على سوء النيه استاذ احنا هوني باش نمسوا احنا نحبوا نمسوا الوتر في هذه الحصه لا ما هو احنا كي نتعرضوا الى نحبوا نشوفوا المشاكل هو الخلل موجود هو الخلل موجود خلينا نقول ثم خلل نحكيوا كيف فما حاجة الخلل موجود ثم اول حاجه يلزموا عدد كافي من الاشخاص يلزموا التمويل يلزموا الاليات يلزموا البرمجيات يلزموا هذا كل مش موجود شوفوا الاموال اللي تضخت واللي توجدت في الانتخابات تاع 2014 هذه هي النقطة شوفوا اللي حبيت انا شوفوا النتائج نتاع الاحزاب السياسية شوفوا النتائج نتاعو وخاصة حزب سياسي معين كبير هو اللي شوف النتائج نتاعو في 2014 بدقيقة معناها على سوسي ديزور عنده تقريبا شنو هو اللي موجود تقريبا بهامش نتاع اقصى ما ثم نتاع خطا نتاع 1-2% اقصى ما ثم يعني ايش حبيت نقول لك وقت يبدا عندك جاته الفلوس اعطى اخبار صحيحه وقتاش حطها اخبار صحيحه زاد وقت اخبار صحيحه تخدم مصلحه حزبه خاطر لازم نعرفوا اللي المؤسسه هذه هي فاعله وناشطه في الحزب هذا هذا ما معروف ما لازمش نخبيوه به الخطا وين اليوم موجود الخطا مش في ناس حسن زرقول ولا سيك ما كونسيل ثم شويه محاولات من نمرود محتشمه وبقيت نحن وين المجتمع المدني وين احكي على منظمه الدفاع عن المستهلك ويني ثم الاوبسرفاتوار اللي متواجدين اللي ثينك ثانك الاحزاب السياسيه الاخرى انتم هوني في الزيتونه انتم في الزيتونه عملتوا نقابه مع مجموعه اخرى يترأسها يظهر لي عارفي مباشر سي عبد الحميد عبد الله وعملتوا اجتماع كبير في اليوتيكا وخرجتوا غاضبين في الصيف واخذيتوا اجراءات وقرارات وسي وباش نعملوا مكتب خاص وباش نعملوا مكتب يزاحموا يلزم نعملوا قانون وبعدك شوي ما نجموش نحطوا الحمل الكل والغلط الكل على حسن الزرقوني القى خبزه بارده كلاها تمشي على نفسه فهمتك اليوم ثم مجتمع مدني يلزم يتحرك يلزم ساعه يعرف يعمل ينظم نفسه من الناحيه القانونيه وانا ديما نوخر في الناحيه القانونيه خاطر نعرف برمجتها من الاخرانيه لكن لازم نعرف اليوم اللي انا نجم نحل انا باش نعطيك معطى لانه توا يعني ما حبيتش باش نحكي عليه توا باش فما ميثاق شويه اخر في الجزء الثاني احنا باش نتعرضوا لكن انت بقيمه وصلتش ممكن المعلومه او حضرتك كمدير صحيفه كيفاش كانت تاثيرات هالارقام هذه على مؤسستك سواء كان في دراسه احنا عملوها حول احنا ممكن مش كيما وسائل السمعيه البصريه شنو رايك شنو رايك في صبر الاراء اللي صار حول يعني وسيله من الوسائل اللي خذيت نسبه يعني نسبه مشاهدين كبيره برشا شو نقول لك خلينا نحكيو من الناحيه العلميه وحكي عن الناحيه المهجيه انا اليوم نجم نبين لك ان صبر الاراء هذه كلها غلط وماش تعرف على الاقل خلينا نقول لك هامش نتاعها هامش خطا يفوت 10% معناها ما عندها حتى معنى انا نعطيك
اليوم احنا التوانسه اليوم اليوم قايمه الدنيا تقعد ما نعرفوش نفسنا ناكلوا الزيت نتاع نعرفوه زيت زيتون ولا ما نعرفوش زيت زيتون هكا ولا اليوم عشان نحكي معناها ما زلنا شو هو الشعب نتاع زيت زيتون ولا اي جوست ما دونك شوف شوف السؤال ما نخرجوش على نعملوا له حلقه نعملوا حلقه هذا خليه مهم ياسر السؤال هذا وعنده معنى علاش خاطر انت باش تخدم على بوبيلاسيون سامحني لا لا سامحني خاطر راني من ميدان شويه نعرف فهمتني انت باش تخدم على بوبيلاسيون ما نعرفوهاش بالكل عندي يمكن في علمك معهد الاحصاء كيف يعمل احصاء اليوم خرجها بعد 4-5 سنين التحاليل نتاعها في علمك اللي المدير معهد الاحصاء كنت اتمنى انه يكون هوني موجود حدانا سي علي السعيدي يستعرف انه في الاحصائيات الاخرانيه ما كانتش على الوجه الاكمل وانهم قاعدين يسعوا باش يحسنوا طريقه العمل نتاعهم وانهم يلزمهم تمويلات وتغييرات وتحسينات على مستوى الانستيتيو ناسيونال معناها المعهد الوطني للاحصاء اليوم ما نعرفوش التوانسه شنو عندنا انت تعرف اللي قالش من تونسي يتفرج لي في قناه بشاري ساعه بين سبور ما نعرفوش خاطر في السيركوي باراليل ما نجموش نحصلوه خاطر في الاقتصاد الموازي ما عندنا حتى ارقام شكون اعطيني قالش واحد يتفرج في بين سبور اعطيني شكون على الاقل نعرف وين فما مؤسسه سياديه عندها واحده عندها ريسيفر من السوق اعطيني اعطيني قداش التوانسه يتبعوا في القنوات الاجنبيه اعطيني الفئات العمريه اعطيني فئات تسد الطبقات معناها كيفاش يقولوها اجتماعيه اجتماعيه هذا كل ما عندناش واليوم حتى كنا نطلقوا الباب نتاع الياناس باش نلقاو ارقام لكن هو ما بينهم باش تعرفوا لكم انهم ارقام يلزم مراجعتها بهذا هذه من ناحيه اولى انا هنيا نحب جيت للزيتونه قلت لهم يا خويا انا ما حد صبر أرى ونعتبر الزيتونة من أحسن التلفزيات أي أخويا باش نخدم لكم صبر أرى ونخرج ونعمل ما تعرف تما بعد ما تعرف البوبيلاسيون يجب تختار الإشانتيون معناها أنا هو بالضبط وباش تختار الإشانتيون مش باش تختاره كيما جاء زادة وبعدك باش تعمل أسئلة هذا كل أنا كذا كيبدا عندي سؤونية أول حاجة نجم نطوع البوبيلاسيون كيما نحبين ثاني حاجة الإشانتيون نختاره كيما نحب أنا واللي أخطر من الكل نوجه الأسئلة كيما نحب أنا كان يحكي على الأسئلة هذا فيما يفيد هذا اللي ما يضرش لكن احنا لا لا يضر نحن لا يضر لا يضر لا يضر لا يضر نقول هو يحترملك هو يحترملك بروتوكول معين ونتيجة البروتوكول من الناحية الشكلية يحاسبك به يقول لي هنا يقول لك هاو عملت البروتوكول وهي نتيجة البروتوكول ولهذا خذي بالنتائج لكن لو كان البروتوكول في حد ذاته مغلوط كما كان يقول لك توجيه أسئلة معينة بطريقة معينة تولي ما بني على خطأ يصبح خطأ يعني أنا اليوم مثلا في مرحلة ما يجي ويسألوا يعطيهم سؤالات للناس كل ونوجه نعطي معناها 6-7 سؤالات جاء في وقت ما ثم مساج نقولوا الاسم مثلا مدام سامي عبو نجمها طلع عم ناول بكده بكده توا لا نحكي لك لا 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 من لا لا توا سامحني توا ولا تظهر في المرتبه الثالثه والرابعه على خاطر فرضت نفسها انا قبل انا نقول لك كنت تعطي في المرتبه الاولى تخش المرتبه الاولى لكن ما يحطوهاش في الاسامي بتاع يقول لك اش قولك شكون تختار ما بين 6-7 هذوما ما يحطوهاش هي ما يحطوهاش طبعا على يعني اليوم نعطيك حاجه يعني نخرجوا ونشوفوها زعما كي نخرجوا التوانسه تما اسم ماهوش محطوط ومش منتظر للرئاسه ومش بقد نفس الرئاسه زعما كي نخرجوا للعباد نقولوا لهم مثلا شكون يقول لك راني نحب حمدي المد برئيس تونس هذه ذكرتني في تدوينة من عجائب صبر الآراء اللي دونها عبد اللطيف دربالة وحط إنه الشركة هذه اللي صاحبها حسن زرقوني عمل نتائج صبر آراء على الشخصيات السياسية الخمسة في تونس وسماها بالخماسية الطليعة وحط إنه كل من عبد الفتاح مورو يوسف الشاهد وناجي جلول وصافي سعيد وسامي عبو احنا جينا لكلمة سامي عبو أعطاهم يعني نسبة معينة باركونتر أمراد كونسلتينج قامت ب يعني أعطت نتائج مخالفة لذلك تماما ومش الشخصيات هذو اللي قدموها صبر آراء يعني المواطنين التونسيين كانت يعني فيها تناقضات رهيبة يعني مش نفس الشخصيات مش نفس النسب لشكون تخدم هذه يعني ما تشوفش النت أنا زوز نعرفهم ليه
هي قائمتين معناتها. لا لا زوج نعرفهم كيفاش يخدموا. واضح جدا انه سيغما كونساي مع كل احتراماتي ليه اكسترا حتى بالعاطفه باش يميح للحزب نتاعو ويحب يعاون الحزب نتاعو. اللي حبيت نقوله انا امراض كونسيتي في المنهجيه انا قلت لك اختي نفهموا حاجه راني انا اليوم نجم نسالك سؤال بسيط نقول لك سؤال موجهك نقول لك الكاس ما هذا بعد نقول لك الكاس ما هذا باهي ولا خايب ما نقولكش كاس ما باهي ولا خايب باش نعرفوا باهي ولا خايب نقول لك خذ اشرب ونشوف ردة الفعل نتاعك نجم نسالك سؤال نقول لك كاس ما هذا باهي وهذا السؤال اللي انا شفت طريقه وانا معاك مش السؤال بيدها طريقه السؤال مش ردبيت ماشي خبط راه لا مش احنا لازم معرفه لازم معرفه دقيقه السؤال اللي يطرح نفسه ما مدى تاثير هالنتائج هذه على توجيه الراي العام سهل ياسر اليوم في الصباح نقرا حليت كيفكم الناس كل اول ما نقوم الصباح نقرا فيسبوك ونشوف اش ثم الرسائل يقول خرجوا لنا بسبب الاراء نداء تونس في الطليعة في ألمانيا زعما شو الهدف منه خبرك من هكا على الصباح طبعا توجيه الرأي العام ما غير مشاكل هو معالجة حالة نفسية وقعت بعد البيان نتاع نهار السبت المتعلق بالنداء تونس اللي اعلن فيه احد الاشخاص اللي كان متوقع انه باش يخرج ما خرجش وهذاك اعطى اثر يحبوا يبينوا انه مش على خاطر الشخص هذاك ماهوش موجود في كمرشح في 27 اسم راهو الحزب مازال قايم وهي معالجه باش يعالجوا الحاله وقالوا ماك ادرى باش يعالجها حاب نعطيك رقم مهم ياسر اي تفضل تعرف قداش من واحد انتخب في المانيا في الانتخابات الاخيره؟ رقم كامل حسب 7000 استنادا الى المعطيات تاع الانتخابات 2014 انتخابات 2014 عندنا 7000 مواطن في المانيا انتخبوا زعما يصعب علينا ب 7000 نسالهم بالواحد بالواحد لا مش صعيب دونك باش خرج اليوم واحد استفتاء كي من وحده نوايا كي من هكايا معناها تولي استقبال شوف قضيه راي عام راي وقضيه التاثير مرتبطه بمعطى اخر يعني انت تتعامل اليوم مع ناس قال سي عبد اللطيف عندهم حسن نيه عندهم سوء نيه عندهم منهجيه ما عندهمش منهجيه لكن انت تتعامل اليوم مع راي عام وراي عام هما ثلاثه اصناف نذكروا بها راي عام مهتم رأي عام مستنير ورأي عام صامت لا. اليوم الرأي العام لو افترضنا أن المنهجية العلمية خذت ثلاثة أصناف هذه الرأي العام المهتم باش يعطيك نسبة والرأي العام المهتم يعني مهتم بقضية مثلا قضية الانتخابات الرأي العام المستنير هم نسميهم احنا النخبة والرأي العام العادي الكبير هو اللي باش يعطيك لو كان نسبة الوعي لدى الرأي العام العادي ضاي طايحة على الأخر ضعيفة على الأخر ما يفيقش بأنه السؤال موجه ما يفيقش بأنه قاعد يسأل فيه على المدخول نتاعه الخاص نتاعه هو وهو يجاوبه وما يفيقش يقول له أنت شنية شركة التأمين اللي عندك يقول له عليها مباشرة ما يقولوش هذاك من أمر يخصني شم دخلك فيه أنت وأنت مفوض في هذه العملية وماكش مفوض وقت اللي ما فماش رأي عام واعي بهذه المسألة تصبح النتائج من السهل جدا التلاعب بها وتقديمها لانه وقتي طرحت قضيه سامحني سيدي طرحت قضيه المساله هذه ما طرحتش اليوم احنا توا عندنا مده وهي قاعده تطرح وتعالج في المنابر وتعالج في الحوارات ولكن هل وصلت الى هل تغير الامر لم يتغير الامر بل ماشي اكثر واكثر علاش لاي سبب لانه وقت توقع المجابهه للراي بالراي والفكره بالفكره هو يخرج لك اي شخص يخرج لك ببروتوكول عمليات بروتوكول عمليات يستجيب الى معناتها الى منهجيه محدده من حيث الشكل ما عندك ما تنجم تناقش فيها نسبيا مثلا انتم سميتوا انا ما نحبش نسمي ليس ما نحبش نسمي التحرجا ولكن ما نحبش نسمي باش ما نعطيش حجم اكثر من حجمه اللي كنتوا تسميوه فيه هذا وقت اللي يخرج يقول انا قاعد نخدم في 100 عائله ونقدم في 100 انجنيور ونخدم في 100 ويعطي ديما رقم 100 على اساس انه اعلى رقم يمكن يكون موجود باش يقول انا غيري ما عندوش هذايا هو كي يخرج لك البروتوكول هذا ويعطيك النتائج يعطيهم لك بناء على هذا المعطى هذايا لكن هل انه العمليات هذه كلها تمت بما يستجيب الى الجانب الميثاقي والاخلاقي في المساله هذه هنا المساله وين تكون مطروحه على ذاك يوقع التلاعب
على ذاك وقت اللي شخص معين بالضبط. مستشار معين يهبط في منطقه معينه ويعرض له بالذكرى والطبله، هذيك تاثير على الراي العام، هذيك صياغه للراي العام، هو نفس الطريقه. وكان جي انت فك البيئه هذيك نتاعك الطبل والذكر اللي تعرض لك الشخص هذاك وتجي تسال وتقول له شنو رايك في كذا، يقول لك اي فلان الحزب الفلاني فلان الفلاني، لان فما مهرجان كامل تخدم المهرجان هذا هو اللي قاعد يعطي في نتائج مغلوطه. اليوم لازم نخدموا المجتمع المدني، لازم نخدموا المنظمات، لازم نخدموا اليوم الراي العام المستنير اللي يجب ان يكون قوه ضغط لقلب الموازنات، لانه ما حدث في المانيا وهو نموذج مهم جدا باش ناخذوه كوم اكزامبل اليوم، شنو اللي يخلي المعرج ينعرج كله؟ لانه كانت هناك عمليه صبر اراء، وكانت هناك تلمس في فرنسا في تلمس لهذه المسألة، وظهر بأن المسألة ماهيش في الاتجاه هذاك، فوقع التراجع. إذا ما عندكش قوة ضغط، ما عندكش قوة ضغط، ماكش باش تعمل حتى شيء راهو، باش توقع المعالجات تجتمع في الاتيكا تلم الناس الكل، ماكش باش تعمل حتى شيء. راهي قوة المال، قوة المال واللوبي. تعقيبا الملزية مهم ياسر بالنسبة تعقيبا يعني على كلامي. لا مش تعقيبا حتى على كلامنا على كلامي أنا باش نجاوب. جيدتك. ثم حاجة مهمة عايشك أعطيني 30 ثانية. ما يلزمش المنبر هذا يتحول باش نضربوا مؤسسات البحث والاستشاره الموجوده تونس. لا لا مش حق، لا 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 فما حق الرد. راهو ثم ماركات عالميه، ثم ماركات عالميه، اليوم عندنا دانون، اليوم عندنا غيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم، راهم يستنيروا بالخبرات التونسيه اللي تخدم في مكاتب كيما هذو، ماهوش معروفين وما خرجوش وما شافوش، راهو عندنا الكفاءات اللي يخدموا موجودين. دونك رانا احنا مانيش انا كيف انا راني كيف نحكي، نقصد في العباد اللي يا اما ما عندهاش كفاءه والا عندها حس سوء نيه. طبعا احنا جوج مسائل نحكي فيهم سي عبد اللطيف، راهو احنا مركزين على نقطه سوء النيه. وقتاش؟ وقت اللي تولي فما بلبله وبالصريح العباره فما تزوير في نسب مثلا الانتخابات. نقطه اخرى مهمه ياسر، نشوف انه لا نحب نكونوا فرد موجه، فرد موجه نشوفوا قد نحكي على تاثير على الراي العام. احنا نعرفوا اللي مثلا بعد الثوره اللي تلمت مجموعه من رؤساء الاموال وعملوا مجله يوميه، جريده يوميه، اللي هي ولات للخبرات، معناها للوكوموتيف بتاع تونس، للقاطره بتاع تونس. هذه اجتمعوا وراها نخبه تونس، وقينا هي المناره الوحيده الموجوده، وبداوا منها هي وبالنوع عمليه صبر الاراء مع محاولات تغيير الواقع اللي صار بعد 11، لانه نحبوا نكروا كان ثم رده فعل بعد 2013، والعباد ثم جزء من العباد حبوا يبدلوا الواقع الموجود، بدلوا المجلس ضد المجلس التاسيسي، ثم صارت ازمه اقتصاديه، صار هذا لازم نقولوه. دونك ثم جزء من العباد نستغلوهم باش ناثروا عليهم، باش ناثروا عليهم بالطريقه هذه. انت كي كان يحكي لك على كيف اليوم تخرج لك الصباح صبر الاراء فيه فلان الفلاني 75%، والعشيه تلقى زكرة طبال وليحة قد شنو رئيس ونا وترى شنو تاثير على اراده الناس، شو باش يصير بعدك؟ هو التكامل. وثم حاجه مهمه ياسر لازم نعرفوها عايشكم ومخطر اكثر من مخطر، هو صحيح عنا هيئه تعديليه تنظيميه للوسائل السمعيه البصريه، لكن ثم قطاع، وهذا قطاع يمس اكثر من التلفزه. احنا دخلنا للحل يا سي عبد اللطيف، احنا دخلنا في الهياكل اللي باش تقنن الغياب. هذا غياب ثم قطاع كبير ياسر اليوم، انا هو اكثر ينجم يكون حل قاعد يمس في المجتمع المدني. نعم. في شكون المجتمع الكل مش مجتمع مدني، شكون قاعد اكثر قطاع يمس فيه؟ هي الصحافه الالكترونيه. اليوم الصحافه الالكترونيه لا هي منظمه ولا هي مقننه، وهي اللي قاعده تاثر على المجتمع اكثر حاجه. حتى مجلس الصحافه الى حد الان ما زال يتعثر، تمثيلته فيها عده تساؤلات، لماذا هذه المجموعه وليس غيرها؟ ما هي الياته؟ هذا كله صحيح، ولكن هذا ما يخرجناش من النقطه اللي كنت اتحدث فيها منذ حين. احنا اليوم نتحدث على اشكاليه شفافيه، اشكاليه غياب طبعا بين المصداقيه والمغالطه،
فأذكر بالمربعات اللي بديت بها من الأول، أحد المربعات هو السياق السياسي في تونس. اليوم السياق السياسي هو اللي قاعد يأثر. السياق الاقتصادي قائم، كونك باش تعمل دراسات سوق وتعمل دراسات نوتوريتي، يعني سمعة لمنتج معين ولا لخدمة معينة، هذا جيد وأمر مهم جدا واستفادة من كذا، ولكن ذاك هو بده يستجيب إلى بروتوكول. أنا نتكلم على الشركات الاستشارية. الشركات الاستشارية باش تقوم دراسات سوق، هذاك في سياق الأعمال نتاعها فما بروتوكول يحكم فيها، فما جانب يتعلق بها، ولكن نقل ذلك، نقل ذلك على مستوى وسائل الإعلام الجماهيرية، نقل ذلك على مستوى الإعلام الإلكتروني وعلى مستوى الإعلام السمعي بصري وعلى مستوى الإعلام المكتوب، نقله بطريقة مشوهة، نقله بطريقة غير لا تستجيب إلى سيجما كونسي معروفة تاع انه حزب من المجلات والجرائد اللي عداوا الاخبار، هي كما هي معروفين تاع انه حزب ومعروفين التلفزيون تخيش كل ما ورا فيه كما هو. لا انا شو نقول لك، وين تحليف جاي؟ لا لا انا 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 راني حبيت نلاحظ حاجه. لا 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 انت تحكي على كيف تحكي على سياق سياسي مهم ياسر، عايشك عايشك 10 ثواني. لا لا خلينا نكمل 10 ثواني. لا لا رجعت لك، خلينا نكمل سياق سياسي جايين. احنا باش نخرجوا مشاهدينا الكرام من، سامحني سي رضا، احنا باش نخرجوا من دائره الاشكاليات الى الحلول، وقت محاصرنا، ما زالت جزء معناها مقاربة الربع ساعة، حبوا ندخلوا في الحلول في محور محورنا اللي باش ننتقلوا له، اللي الهياكل هذه الموجودة اللي تخضع للرقابة. نحب نسألك سي رضا حول كيفاش تشوف معني الحلول الجديرة بالذكر اللي باش تنجم تخرج الشركات هذه من التجاذبات. أعتقد أول شيء هو الإطار القانوني، لابد من الإسراع بتوضيح الإطار القانوني وبناء المنظومة القانونية التي تنظم العمليات وتعطي القوة التعديلية وتعطي المسار التنفيذي الذي يستجيب إلى الشروط التي يمكن أن تكون محل تحكيم أو محل متابعة إجرائية وقانونية في إذا حصل أي يعني تجاوز أو أي إشكال في هذا المعنى. اليوم شنو اللي يخليني أنا باش نحاسب مؤسسة معينة قامت بنتائج حابه تتاثر على الراي العام، تاثر على ولدي، تاثر على بنتي، تاثر على حفيدي، على حفيدي، تاثر عليهم في اتجاه معين، اذا انا ما عنديش الاله القانونيه. اليوم ما الذي جعل ان الاله القانونيه اليوم غير موجوده؟ هل انه بصفه قصديه؟ هل انه جاي مرتبط بانه ما فماش اليوم تفرغ لهذا الموضوع باش نعطيه مشروع مبادره قانونيه يقوم بها اي طرف؟ هل انا الاحزاب ماش مستعده باش تقدم مبادرات قانونيه؟ رئيس الحكومه اللي هي مطيحه رقم قياسي اليوم الاولى في تقديم مبادرات القانونيه، عندها اكثر من 100 مشروع قانون مطروح امام مجلس النواب، اليوم عاجزه باش تعطي مشروع في هذا الاطار في هذا السياق؟ اين المجتمع المدني الذي من حقه ان يقدم مبادرات قانونية بالضغط والدفع في هذا المعنى؟ لماذا لا يقدم مبادرات قانونية؟ من يستفيد من غياب الإطار القانوني في هذا المعنى؟ من يستفيد؟ هل يمكن أن نطرح سؤال بأنه غياب الإطار القانوني يفيد بأن هناك لوبيات داخلية قاعدة تشتغل على هذا المسألة؟ أول حال اليوم يجب أن نصل إليه هو الإطار القانوني. إذا وضعنا الإطار القانوني سيكون هذا أمر مهم جدا. ثاني حل يكون موجود وهو إيجاد الهيئة التعديلية. الهيئة التعديلية اللي يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار في سياق مهني ميثاقي أخلاقي يعطي للعملية مصداقيتها ويسد هذه الفجوة بين المتلقي وبين أو بين الرأي العام وبين صاحب هذه المعلومات اللي يخرج بها، وبالتالي ما عادش فما أزمة ثقة وما عادش فما إشكالية في هذا المعنى. شكون باش يقوم بالعمل هذايا؟ هل أنه من 25 فقط اللي مسجلين اليوم في النقابة؟ هل أنهم الأخرين اللي هما موجودين وغير معلنين وقاعدين يستناو؟ هل أنه هما عندهم الحق ما عندهمش الحق؟ ما هو الإطار القانوني؟ لأنه الإطار القانوني غايب ما نجموش نتأكدوا من ذلك. شكون هم أعضاء الهيئة التعديلية اليوم؟ نخشى أنه الهيئة التعديلية دي تصبح كما الهيئات الأخرى واللي قاعدين نشوفوا فيها توا، يعني قاعدين محاولة يعني جعل أو إما الهيئة يوقع تشريكها أو هي شركة روحها.
ولهذا ما نحبوش زيد نوصلوا الى هيئه نعم. تعديليه اما تشلك روحها والا يوقع تشليكها من قبل الاخرين. دونك يلزم هيئه تعديليه في هذا الاطار. والمعطى الثالث والاخير وهو محل مهم جدا، لابد من تقويه الحملات الاعلاميه والحملات التوعويه سواء عن طريق وسائل الاعلام الاجتماعيه او عن طريق الاعلام المسؤول والملتزم بالقضايا الوطنيه الحقيقيه وليس بالاجندات الخاصه، انه يقوم بتوعيه الراي العام بانه انت صاحب القرار وانت المستفيد الاول كمواطن، وبالتالي يجب انت تنتبه. وكما نعملوا لهم في العمليات الانتخابيه نقول له رد بالك، يعطيك اشاره من نوع هذايا راهو قاعد يوجه فيك، نفس الشيء لازم يتم هذايا. كما نقول لهم وقت تمشي للجامعه وانتبه انه يعملوا لك خطاب سياسي مضمن تحت، وقلنا هذايا نفس الاطار نعمله احنا اليوم. يلزمك تعمل المواطن ينتبه انه الاسئله ما تكونش موجهه، انه يعرف انه كاس الماء يقول لك ذوقه ومن بعد اعطيني رايك، وما يقول لكش الكاس الماء هذايا باهي وانت تحشم تقول له باهي ويقول لك هاو سجلت عليه انه باهي. يلزم تتعلم يعني انك إقرار. عندك الجراه وعندك الوعي. وشكون باش يقوم بهذايا؟ باش يقوم بها قاده راي، قاده راي من الاعلاميين، قاده راي من الباحثين، قاده راي من المدونين، قاده راي من الجمعيات، قاده راي من المسؤولين السياسيين النزهاء الخارجين عن الخارجين عن السياسه السياسويه والمندمجين في الاجنده الوطنيه الفعليه الحقيقيه وليس في الاجنده الحزبيه السياسويه اللي تقضي بالتفاهمات تحت الطاوله والتفاهمات في الغرف المغلقه في باريس والا في تونس والا مانيش عارف فين. يلزم الاجنده الوطنيه هي الحقيقيه، لان اليوم نلعب حقيقه بورقه وطنيه، ورقه من مكتسبات الثوره. هذه ورقه هي ورقه الرأي العام اللي يجب أن يكون هو الأساسي في نعم. تكريس المسار الديمقراطي. إذا باش نوصل اليوم بالرأي العام الذكرى الطبلة والذكرى تلعب به، باش يولي اللي يعني اللي كان في سياق يصبح في سياق، وإذا كان الرأي العام يولي البوز هو يوجه فيه، اللي شدت حاشاكم وحاش قدر المستمعين شدت كلبتها وقالت لها ما نعطيكش نعطيك طماطم حتى ب 100 دينار تولي هي في غدوه تخرج تولي هي في التوب نتاع نتاع الاستطلاعات في قائمه الاهتمامات. اذا ما انتبهوش الى هذه الكوارث اللي قاعده تحصل، راهو الراي العام باش يصبح لا معنى له، ويصبح هنالك متحكمين في الراي العام، وسنخضع الى ستتواصل هذه المهازل في العمليات سبر الآراء في سياقها السياسي الموجه، في سياقها الاقتصادي نعم أنا موافق أنها تبقى وتخضع إلى آلياتها والعملية التنافسية بين المؤسسات يعرفوا بعضهم. أي تتصور أنت أورانج كي سميت أورانج من كيف تم عملية لصالح أريد باش تسكت لها وإلا الآخر باش يسكت لها. ما تنساش ثم هيئة تعديلية غادي يعطيك صحة على خاطر فما هيئة تعديلية بالضبط. اليوم يلزم هذا الكل يتخدم. فولي ما خليتليش حتى شوية وقت. مازال فما وقت. شوف سيدي ذا وسي عبد اللطيف، فما هيكل رقابي باش نحكيو عليه. سي نبيل بالعم أفاد لي صحيفة أنه الغرفة الوطنية للمكاتب استطلاع الرأي قاعدة تضع في لمساتها الأخيرة لإصدار ميثاق شرف من شأنه أنه باش يعدل يعني شوية في يعني باش يحط قوانين هذه قبيلة تحب تحكي على التقنين. لا مش على خاطر التقنين، خاطر سي نبيل بالعام ينجم صديق عزيز وطبعا عنده عميل من اللي قال لنا الحكايه. ينجم هذه ينجم الميثاق هذا يكون طرف ما ينجمش على خاطر نحب نرجع لكلام سي رضا وحتم حاجه مهمه. اليوم مشكلية عند السياسيين. اليوم اذا كان انا حزب سياسي انا نداء تونس عرفت كيفاش نعمل باش ناثر على الراي العام. اليوم عملت لوبياتي، اليوم انا نجحت باش نربط خيوطي بواحد هذاك انا نجحت. وين الحزب الثاني والاحزاب الاخرين اللي يلزمهم يتنحاو منهم السذاجه، سامحوني كلمه سذاجه، لا والله لا ها كيفاش يمشي يقعد مع فلان ولا كيفاش يربط مع فلان، لا في العالم الكل هكا تصير، في امريكا اكبر ديمقراطيه في العالم. كلامك دقيق يا سي عبد اللطيف، يعني انت تبرر ما بررتش قلت راهو قاعد في امريكا سمعوا بيت لا قلت مش تجاوزات، لا ما بررش انه سوء النيه، لكن اعطينا شفافيه المعاملات التي تتم بين حزب كبير وين الاحزاب الاخرى اللي باش تخرج. اعطيني تمويل الاحزاب، اعطيني تمويل الاحزاب دقيقه برك سامحني، لا تمويل الاحزاب الناس كل حكيت عليه. وين الحزب المضاد؟ وين الحزب المضاد؟ عندك قوه، عندك قوه، عندك قوه. وجهت الاتهام قياسا، اما فهمتني توضيح فقط، توضيح مش واضح يعني. ثم حزب
خرج اخبار، خرج معطيات، وين الحزب الاخر المضاد اللي باش يخدم كيفه يقول لا راهو غلط. انا مواطن ما عنديش امكانيات باش ما خرجش وحده، خرجش عن طريق هيكل من افترض ان يكون موضع ثقه. اي شنو الهيكل؟ شنو الهيكل؟ وقت خرجوا عن طريق خمس سنوات نستناو باش نعملوا هيكل. اعطيني اليوم هو توا سيدي انت خبير اقتصادي سامحني، تنجم تعطيني هيكل؟ مش خبير اقتصادي، مش خبير اقتصادي، مدير صحيفه اقتصاديه. اعطيني حل جذري ينجم يفيد مثلا الشركات هذه. الحل عملي وبسيط ياسر. تفضل. اليوم تونس تشكي من فراغ كبير سياسي وفراغ على مستوى الهيئات الدستورية والتعديلية. تقريبا ما عندنا هي حتى هيئة دستورية تشتغل. ما تمكننا باش عملنا احنا في القضاء مجلس أعلى للقضاء لما أكو شفتوا كيفاش. في الفراغ تعرف الطبيعة تقبل فراغ. كي تقبل فراغ هذا شو باش يصير؟ باش يصير عبث، باش يصير فوضى. علينا احنا باش ننظم، شكون ينجم ينظم اليوم؟ المجتمع المدني أكشف فيه حريص وقاعد يخدم ويضرب البوني. السياسيين معليهم كان هما اللي مشان تويكا موجودين في مجلس النواب. والمشهد الإعلامي أيضا عنده دور اللي حبيت تحكي عليه أنت شوي. المشهد الإعلامي لكن أنا صراحة ما ناخذوش احنا اليوم في المشهد الإعلامي ما غير ما نعمم ما ثم البعض قاعد يعبث. المعطى معليه ما يخصصش أهمية للمعطى أو يثبت منه. جزء قاعد يعبث. علاش قاعد يعبث؟ على خاطر ما ثماش قانون وما ثماش هيئة تعديلية. اليوم أنت تسمع خدوة الصباح نجم تحل، خدوة تقوم الصباح تحل وتخرج سيت تواب وتخرج أخبار بحال حد سي حاسبك. استنادا على معطيات قامت بها شركة من شركات. لا تستخيري تحملي عليه وتحطي أنت تحب عليه. ما دام مش كاش بيك حد ما ينجم حد لك. نستناو في الهيكل المقترح. الهيكل ونكونوا ايجابيين يعني احنا تطرقنا للموضوع. ثم قطاع ساعة باش نعطيه حلول. سامحني انا اقول حاجة معروف من 2011 استبشرت انه نظمنا جمعية تاع مديري الصحف، كنت نأمل انها باش تقوم بدورها. للأسف اهتمت بالجانب الاقتصادي، وانا نتذكر نحب نذكر بالخير زاد سي منصور بن مراد اللي انسحب بعدك من رئاسة الجمعية هذه، وكان يعيد في الجلسة الأولانية ويقول راهو نحب الفصل الأولاني حرية التعبير حرية التعبير حرية التعبير. للأسف تم ولا الهاجس الوحيد نتاع الجمعية هذه هو الهاجس المالي، وقت اللي يلزم يكون الهاجس نتاعنا الجودة نتاع العمل الصحفي. للأسف هذا مش موجود. أخلاقيات المهنة تقريبا مش قاعدين نحكيوا عليهم جملة واحدة على مستوى هذا. دونك تم حلقة من حلقات المجتمع المدني قاعدة ضعيفة. الحلقة الثانية اللي هو ديما نرجع لها السياسيين متاعنا. السياسيين متاعنا يظهر لهم أنه الفراغ هذايا شيء عادي، وهذايا هو يفزعني أنا. أنا اليوم كمواطن، مش كمواطن، كفاعل اقتصادي ما عندي حد شيء يحميني. أنا اليوم غدوة اللي خرج جريدة يخرج فيها أخبار فيها استفزاز وفيها ثلب وفيها واحد كبير، وانت تجيب أخبار جدية وتجيب أخبار دفع عليها الفلوس ومكون عليها صحفيين، واحنا طوبة مثلا احنا مؤسستنا المراقبة قضائية ويعلم بينا ربي، ما نجموش نبيعه. أخذ احنا بالنسبة ليهم هما نظروا معناش إثارة، معنا حد شيء. يعطيك صحة سي عبد اللطيف. ما زالوا خمسة دقائق نختموا بكلمة بالتوازي. بالتوازي حني نحسب. تفضل سيدي ذا كلمة الختام دقيقتين ونص. كلمة الختام هو أنه إذا ما تكون كلمة ختام فعالة مرتبطة بتذكير بما قلته منذ حين، تذكير بأن يكون هنالك يعني حملة إعلامية على التواصل الاجتماعي، وأكد على أدوات التواصل الاجتماعي كفاء استهزاء بالرأي العام، كفاء لعبا بعقول الرأي العام. وبالتالي أنا أعتقد أنه من المهم جدا أن نقدر أن نوصل إلى القناعة بأن قادرون على أن نغير في هذه الإشكالية اللي بدينا بها الحلقة تاع اليوم، إذا كان عطينا قوة والتمكين للرأي العام في أن يعبر عن حقيقته، يعبر عن رأيه. ورأي العام يجب أن يكون هنالك قادة رأي عام قادرين على أن يلتزموا بهذا المعطى. هذا أهم شيء يضغط على السياسي، يضغط على الممول الخفي والممول الظاهر، يضغط على كل الأطراف، يدفع نحو إنشاء الهيئات التعديلية، يفرض
الإطار الأخلاقي والمهني، وبالتالي بالطريقة هذه أعتقد يمكن أن نغير في المعنى، وإلا باش نقعد كل يوم وساعة بعد ساعة، وخاصة ماشي على استحقاقات وطنية قريبة جدا اللي هي الانتخابات، انتخابات البلدية ثم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وكلهم بداوا اليوم في الحملات الانتخابية تاعهم، وبالتالي ماناش باش نوصلوا نعملوا حلقة أخرى. الكلمة مهمة جدا، للرأي العام للرأي العام للرأي العام. اي تفضل سي عبد اللطيف. انا ماناش باش ناخذ برشا كلمة، انا للأسف متشائم، نتمنى أن التاريخ يكذبني، لكن زادة نجم نقولها ونأكدها ونتجه هنا للكاميرا والجمهور ونقول له الماكينة بدأت تخدم والماكينة بدأت تخدم بالقداء، وهي بدأت تنظم في أمورها. صبر الأراء قاعد بشي تواصل هكايا وبشي قاعد ينفذ عليكم وبشي قاعد يضحك، ثم نخبة باش تنجر وراها، لأنه ثم النخبة حاشتها بالكراسي وتحب توصل بالطريقة القصيرة للأسف. إيش باش نقول؟ ربي يحمي تونس ان شاء الله، ربي يجيب على خير ان شاء الله خير. واحنا حبينا نطرقوا للموضوع هذا في انتظار حلول او رغبه في ايجاد حلول باش نخرجوا من هذه التجاذبات سواء كانت سياسيه. احنا اليوم وصلنا لنهايه حلقه الزيتونه اليوم، الشكر الجزيل للفريق الجنود الخفاء العاملين في الاعداد لبرنامج الزيتونه اليوم، شكرا لضيفنا سي رضا الكزدغلي. سي عبد اللطيف بن هدايا كنت معنا هنا من بلاتو الزيتونه اليوم، ألقاكم على وطن.